في إطار فعاليات مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية ملكية سامية من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمشاركة دولية واسعة استضافت استبلات الرشدية الوفود المشاركة في حفل استعراض الجياد العربية شهد الحفل رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة السيد بيتر بوند والرئيس التنفيذي لشركة الجسم القابضة عبد الرحمن الجسمي بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وممثلي الوفود المشاركة واشتمل الحفل على عروض لأهم الجياد العربية الأصيلة التي يضمها الإسطبل بالإضافة إلى عرض, عرض لفيلم ترويجي عن مسيرة الخيل البحرينية والإسطبل على وجه التحديد وبعض الفعاليات الأخرى التي لاقت استحسان الحضور وقد ثمن الرئيس التنفيذي لشركة الجسم القابضة دعم جلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بالرعاية الملكية السامية للمؤتمر ومتابعة سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر مشيرا الى ان هذه الرعايه تاكيد على اهتمام ودعم القياده الرشيده للتراث البحريني والعادات والتقاليد واعتبر الجسم ان اقامه المؤتمر في مملكه البحرين يعزز الدور الريادي لها على خارطه الخيل العربيه الاصيله حيث تعتبر البحرين من اهم الدول ذات العضويه الاساسيه في المنظمه وتضم استبلات استبلات البحرين عموما والراشديه على وجه التحديد اجود انواع الخيول العربيه التي بها سلالات معروفه منذ نوات طويلة مشيدا بجهود الكفاءات الوطنيه البحرينيه التي ساهمت في نجاح المؤتمر من جانبه شدد مالك استبلات الراشدية على ضروره دعم مسيره المنظمه الدوليه وما تمثله من قيمه وعرف في عالم الخيل العربيه الاصيله